ما نستقبلها ونحييها على مجهوداتها على رأس الفيدرالية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيد الرئيس، السيدات والسادة الوزراء، ضيوفنا الكرام، السيدة فاطمة بنت عبد الملك رئيسة الرابطة الموريتانية لجهة ورئيسة جهة نواكشوط، السيدة بيلو زينب إبراهيم رئيسة فرع النساء بالحزب التقدميين بنيجيريا، السيدة أبيودون إليغوشي أنيفالجي الرئيسة التنفيذية لشركة ميلاني ورئيسة لحكومة محلية، والسيدة فوريرا سوتي مايغا الحركة النسائية لحماية الوطن بالنيجر، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيدات وأعضاء المكتب السياسي، المنظمات المناضلات والمناضلين، فعاليات المجتمع المدني، ممثلي هيئة الصحافة والإعلام. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً لحضور أشغال قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة والتي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بمدينة مراكش تحت شعار الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية، تخليداً لليوم العالمي للمرأة ولحقوق المرأة الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة. كما يسعدني كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيوفنا الكرام الذين جاءوا من الدول الشقيقة واللي تحملوا عناء السفر، والقادمين من موريتانيا، نيجيريا، نيجر، مالي، كندا وأوروبا. ولا تفوتني أيضاً أن أرحب كذلك بالمشاركات والمشاركين من جامع أنحاء المملكة ومن الجهة 13 لحضور أشغال هذا الملتقى الوطني الحزبي الهام. حضرات السيدات والسادة، إن اختيار مناقشة موضوع الأسرة أسس الدولة الاجتماعية يندرج في إطار السياق الراهن الذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة السيد الرئيس عزيز أخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية، أوراش مختلفة تهدف جلها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتحصينها، إذ نعلم جميعاً أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع. كما تطمح الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية من خلال هذا اللقاء تسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تنجز لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة. كلها تستمد مرجعيتها التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرة المغربية في صلب اهتماماتها، ونذكر منها على سبيل المثال ورش التربية والتعليم الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة، والتي عملت على تنزيل مبادرات متعددة من أجل تحسين جودة التعليم المدرسة العمومية وتحسين مكانة المدرس وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع. ورش إصلاح منظومة الصحية بما يضمن تعميم الحماية الاجتماعية، حيث حرصت الحكومة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتتمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجماعية. برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والذي يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية. هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة والأطفال من سن التمدرس، خاصة منهم الذين يعيل أفراد مسنين. وسيساهم برنامج الدعم الاجتماعي الذي سيتطلب
تنزيله تعبئة ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 26 بصفة خاصة في تنزيل المنحة الجزافية للأسر في وضعيات هشة والتعويضات العائلية وكذا دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة. برنامج أعد دعم السكن وهو برنامج اجتماعي جديد للمساعدة في مجال السكن والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك نصره الله لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق. ويروم هذا البرنامج الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر. وفي مجال الاستثمار فقد ساعدت الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين والراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار التي حيز الوجود. هذا الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من 20 سنة. كما أنكبت الحكومة على إنعاش فوري في مجال التشغيل عبر خلق برامج شغل مبدعة كأوراش وفرصة ودعم المقاولات لدى الشباب فضلاً عن وضع إطار منظم لمؤسسات الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية. وهنا نود تذكير الحضور الكريم بأن الحكومة تواصل جهودها للنهوض بمجال التشغيل كأولوية حكومية لاعتباره ركيزة أساسية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية وبأنها لم تدخر أي جهد في تدبير أثر التقلبات العالمية والأزمات الفجائية كالأزمة الصحية ومعضلة الجفاف وزلزال الحوز، أزمات مختلفة أثارت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات المتعددة الهادفة في تدبير جل الأزمات. حضرات السيدات والسادة، في خدم هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا من أجل توسيع أسس الدولة الاجتماعية، حظيت الأسرة باهتمام كبير ووضعت في صلب اهتمامات الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعاية الأسرة في خطابه السامي ليوم 13 أكتوبر 23 الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية. على أساس هذا التوجيه الملكي البناء ركزت الفيدرالية اهتماماتها في هذا المؤتمر على تبني قضايا الأسرة ومكوناتها في الدولة الاجتماعية، وذلك تحت الإشراف الفعلي للسيد الرئيس عزيز أخنوش الذي أعطى الفرصة للتجمعيات بالانخراط الفعلي في المجال السياسي والحزبي بالخصوص عبر مؤسسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وهياكلها الجهوية والإقليمية والمحلية منذ 2017، هياكل تعد دعامة وروافد ترابية أساسية لحزب الحمامة. وهذا يعد دليل ملموس على العناية واهتمام السيد الرئيس بقضايا الأسرة عامة والمرأة بالخصوص. اسمحوا لي السيد الرئيس بأن أتقدم لكم باسم كافة التجمعيات باسم عبارة الامتنان والشكر الجزيل لمنحهن فضاءات مختلفة وطنياً وجهوياً للممارسة السياسية وتتبع الشأن العام، وذلك بمشاركة ديمقراطية تطبيقاً لمقتضيات دستور المملكة في شقه المناصفة وتكافؤ الفرص. السيد الرئيس، إن حضور أكثر من 1300 مناضلة من كافة ربوع المملكة ومن الجهة 13 اليوم لخير دليل على افتخارنا بهذا الانتماء الحزبي والذي يفسح المجال للمرأة المغربية لمناقشة القضايا الدولية والوطنية بالخصوص والمساهمة في بناء مغرب الغد، مغرب التقدم والكرامة.
السيد الرئيس، نحن كتجمعيات ممتنات لكم، لقد بصمتم تاريخ السياسة بالمغرب بالدينامية المتواصلة بالمؤسسة الحزبية وبإخراج 19 منظمة وطنية موازية لها امتدادات ترابية ومنها من تتعدى الحدود الوطنية. حضرات السيدات والسادة، في صبيحة هذا اليوم وبشكل تشاركي ديمقراطي ساهمت عدوة الفيدرالية في صياغة مخرجات مهمة لأشغال القمة الثالثة للمرأة التجمعية من خلال مناقشة 5 ورشات والتي تناول مواضعها ذات أهمية أولوية وهي كالتالي: الورشة الأولى موضوع منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة، الورشة الثانية موضوع تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، الورشة الثالثة موضوع حول الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعد لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة، والورشة الرابعة موضوع أهمية إشراك المرأة في السياسة كدعامة أساسية لتصريح أسس الدولة الاجتماعية. الورشة الخامسة والأخيرة سلطت الضوء على أهمية الاقتصاد التضامني والاجتماعي كرفيعة قوية لمواجهة الأزمات. حضرات السيدات والسادة، ونحن في لقاء سياسي حزبي لا بد من استحضار المشاركة السياسية للمرأة التجمعية والتي ساهمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في مواكبة النساء ومساعدتهن لتعزيز قدراتهن من خلال اللقاءات الحزبية المختلفة والاستفادة من الدورات التدريبية وخصوصاً في مجال التمكين السياسي، مبادرات متعددة تعكس القناعة الراسخة لحزب الحمامة بأهمية دور المؤسسات في التأطير والتكوين للنساء والشباب على حد سواء، وهي قناعة قدمنا من خلالها صورة جديدة وتاريخية في الممارسة السياسية التي تتجاوز النظرة التقليدية لمكانة المرأة في الساحة السياسية. حقاً لقد عرفت تمثيلية المرأة التجمعية بالخصوص تطوراً هاماً خلال الانتخابات الأخيرة في البرلمان المغربي، مجالس الجهة، مجالس العملات والأقاليم وكذلك الجماعات والمقاطعات. فاليوم المرأة التجمعية حاضرة في جميع المواقع المسؤولية، والمرأة التجمعية هي 2676 منتخبة في الجماعات، 21 برلمانية من النواب والمستشارين، 19 رئيسة جماعة. المرأة التجمعية هي رئيسة جهة كبرى. المرأة التجمعية هي رئيسة مجلس المدينة الاقتصادية والعاصمة للمملكة. حضرات السيدات والسادة، لا يفوتني الفرصة اليوم في هذا اللقاء الوطني بأن أشيد عالياً بمجهودات المنظمات الجهوية 12 على انخراطها في النقاش التشاركي الوطني استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 22، والذي خص المرأة والأسرة عامة باهتمام كبير من أجل الحرص على كرامة المرأة المغربية وعلى التوازن الأسري، وبتوجيهات وإشراف فعلي للسيد الرئيس عزيز أخنوش وإعلانه فكرة بلورة الكتاب الأبيض للحزب إثناء النسخة الثانية للقمة المرأة التجمعية التي انعقدت في مدينة مراكش يوم 4 مارس 23، ساهمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالإدلاء بدولها في موضوع تعديل مدونة الأسرة ومراجعة نصوصها من خلال مخرجات اللقاءات الجهوية ومواصلة النقاش بصفة دورية بإشراك المكتب السياسي وخبراء. وقد تم تتمين هذا المجهود بإخراج وثيقة هامة تضم مقترحات وتوصيات استخرجنا محتواها من الواقع المعاش ومن التحولات المجتمعية التي نعيشها،
وهذه الوثيقة من بين أيديكم سيد الرئيس الكتاب الأبيض، فشكراً لدعمكم ولتيسير الاجتماعات واللقاءات التشاركية الجهوية في هذا الموضوع. لقد تم الأخذ بعين الاعتبار احترام المقدسات والثوابت المجتمعية في اقتراح التعديلات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السديدة التي حرصتم السيد الرئيس على تطبيقها. لقد كان التجمع الوطني مساهماً قوياً في النقاش المجتمعي الذي يستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في مختلف مناحي الحياة إلى المكانة التي تستحق، حيث بادر إلى صيانة تصوره وفق منهج يجعل من الأسرة النواة الصلبة في المجتمع والحاضنة لجميع أفرادها في إطار من التوازن والتآزر. وتقديراً منا للمسؤوليات الوطنية التي يشغلها السيد الرئيس والتي كلفه بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإننا لن نخوض في الموقف الذي عبر عنه الحزب في موضوع إصلاح المدونة حرصاً منا على تجنب كل تأويل. وسنمكنكم حضرات الإخوات الفاضلات من مساهمة الحزب حول هذا الموضوع في نهاية أشغال هذه القمة. وفي الأخير أود أن أتقدم بجزيل الشكر للداعم الرئيسي لهذه المبادرة، قمة المرأة التجمعية في نسختها الثالثة، السيد عزيز أخنوش، والذي تعكس مدى تشبث المرأة التجمعية بانخراطها وافتخارها بهذا الانتماء. ولو كانت القاعة تسمح لإشراك من لم يتمكن من المشاركة اليوم، لكن الرقم يفوق بالكثير عدد المشاركات، وستكون لنا فرص أخرى لتجديد اللقاءات وتوسيع دائرة المشاركة والاستفادة والنقاش. وفي الختام أتوجه بجزيل الشكر للسادة الضيوف والوزراء وأعضاء المكتب السياسي وضيوفنا الكرام، وأتوجه كذلك بالشكر لجميع المتدخلات والمتدخلين من ساهم في تنظيم هذا اللقاء القمة، والشكر موصول لوسائل الإعلام لمواكبتهن الفعالة في تغطية هذا الحدث. وتعلن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية أنها ستواصل الانخراط في مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا، حتى تساهم المرأة المغربية إلى جانب الرجل في بناء مغرب الكرامة والتقدم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. الداعم الأول للمرأة وعن توازن الأسرة، وسيساهم بشكل فعال في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقولوا أعملوا فسيرى الله عملكم ورسولكم والمؤمنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.